السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب الأهلي ماتيس، وين يحسم الجدال خلافه مع النجم الأهلي ويكشف سر استبداله لرياض محرز أمام الضمة. وشاهدنا محرز وين يبرر كذلك، يعني هذه هي، واحد ما يحترمش بلاده غادي الناس ما توليش تحترمه. انت ما احترمش بلادك محرز، انت نهار اللي خسرنا مع غينيا وليت مفرح اعداء الجزائر وهما جزائريين للاسف، واحد يرقص بنا واحد داير اغنية تاع ربي مازال ربي يخلص ذاك المهرج هذاك هذاك طونيو هذاك طونيو تاع يعني وين هذاك طونيو اللي يتكلم بالشعر بالالحان، هذا ارامل ارامل يعني الذي طرد بتويتر، هذا ارامل المدرب الذي طرد بتويتر برك، خسر عليه تويتر جوج كلمات في تويتر برك هذا ممكن. ايوا يا بيجوان وليت فرحان، هذه هي اللي ما يحترمش بلاده ما يحترمش الناس اللي كانت تبغيك، ماشي يبغوك من اجل مصالح تاعهم تاع يهضر عليك باش يجيب المشاهده ويهضر، لا حنا دافعنا عليك، انا واحد من الناس كنت ندافع عليك حتى وين روحت العداله وما زلت لليوم في العداله. 2016 2017 2018 كل سنه كانت الناس طايحه عليك، زدتي نهار اللي طردك تعقل عليها زدتي من طيب. من فما كان كانوا يبشروا عاتني مازال ما سلكت وجاي تهدر لي هنايا تفرح ناس يعني وين يتبعوا اشخاص ما يتبعوش منتخب. خلص اليوم تخلص، وعاد قال لي لا ما تهدرش كيما هكا او شي جاي غير يربح غاديك، ومن بعد من بعد شكاين ذا محرز. راني ننتقد في كتاب الله، راني ننتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم، العاب هذا اش دوال هذا، وبسبابه ما روحناش خرجنا جوج خطات كوب دافريك وما روحناش كوب ديمون بسبابه، مدرب تاكل عليه هو خارب لها والديها. ومن بعد كان اللي قال لك ما عنده تاريخ في مانشستر سيتي، في لايستر سيتي، في لايستر سيتي ماشي في مانشستر سيتي، ها نقولها لك تعاك لي مركي مانشستر سيتي ولا تلحق 102 اهداف 103 104 اهداف، واش عاد مركي قلع اش عاد مركي قلع كاع واش عاد مقاول ها مركي. وانكشف الألماني الشاب ماتيس المدير الفني لنادي الأهلي عن سر استبداله رياض محرز جناح فريق الأول لكرة القدم أمام الضمة. محرز لعب 45 دقيقة فقط قبل أن يتم استبداله في الاستراحة ما بين الشوطين في مباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-2 على الضمة في ضمن المنافسة الجولة الرابعة من مسابقة دور روشان السعودي للمحترفين. وين ماتيس نفى في مؤتمر صحفي بعد المباراة معاناة محرز من أي إصابة، مؤكد على أن استبداله بين الشوطين كان من أجل ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. هو قال لك محرز قال أنا كنت مبليسي أولا لونتينا رد عليك. وعلى الجانب الآخر أشاد المدير الفني الألماني بمستوى النجم الإسباني الشاب يعني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الذي سجل هدف وصنع الآخر يعني ضد الضمة محرز. وقال ماتيس يعني لاعب موهبة عالمية شاب قادر على تقديم الكثير للفريق، استبعاده في المباريات الماضية كان بسبب عدم جاهزيته التامة بعد العودة من الإصابة في رد غير مباشر على أنباء خلافه يعني خلافات مشتعلة بينهما. واعترف ماتيس بأن الثنائي يعني مهاجم الإنجليزي توني قادر على تقديم الإضافة الفنية للفريق الأهلاوي على أرضية الملعب مثل ما حدث ضد الضمة. وأخيرا أشاد المدير النادي الأهلي بمستوى الضمة العنيد، لافت إلى أن هذا الفريق ومدربه الروماني يعني يعرفان كيف يتعاملان في المباريات الكبيرة مثل ما حدث أمام الأهلي، يعني كانوا رابحين كاليزاو عاودوا ولاو عاودوا يعني الأهداف زوج أهداف توالت تمركوا في الوقت الإضافي. ها ولا رد عليه محرز، هيا ولا رد عليه، وين قال لك هيا لا وين راهي
وين اوضح الجوب اللون اوضح عاصم هنا وين شكون يكذب شكون يكذب وين اوضح الجزائر رياض محرز لاعب نادي الاهلي سبب خروجه من مباراه مشير لانه مريض ويحتاج الى الراحه لكي يصل لمستواه الطبيعي صالونتي ناقل لك انا ما بدلتش انا بسبب الاصابه ولا راك مصاب لك بسبب يعني من اجل ضخ دماء جديده وانت ما لعبتش مليح. ونشر محرز عبر حسابه الرسمي بمنصه اكس للتواصل الاجتماعي نتيجه جيده للفريق الليله وسعيد للغايه بالنسبه لنا، ولكن من جانبي كان الامر صعب في مباراتين ماضيتين وتابع فأنا مريض بالتهاب الشعب الهوائية واحتاج إلى الراحة قليلا قبل أن أصل إلى أفضل مستوياتي وأجعلكم فخورين مرة أخرى. أروح أقول لك محرز، شوف شوف أنا ما أنا كي شفت هذاك مسيلمة الكذاب قيل درت آسيس كماصا محرز شرشمهم قيل السيمانة اللي فاتت محرز شرشمهم محرز طحنهم محرز ما خلاش فيهم عرفت بلي غادي ما دير والو. ما دام هادو صحاب الجنابة يتكلموا عليك من نهار كنت مليح من نهار اللي خرج هذا قاعد يخدم اسمك ها محرز تيني كيطو ها محرز امدنا ها محرز زعفان ها محرز غوارديولا ها محرز مامتش الخامسة ها محرز ديبرين ها محرز ارتيتا ها محرز منا ها منا ها منا ارتيتا مدرب راحة قال ارسنال يلعب البوديوم قوديتوما وي وي تسوالي تبوش بولا كون نقول لك دروك شكون يلعب في مانشستر سيتي هذا مسيلمة الكذاب ما على بالوش كون تقول له من ما على بالوش ما يعرفوش ما يعرفوش ما عندهمش ثقافة رياضية ما كانش فيها هكا الله ما والو يجو يهدروك بولا ويجو يهدروك منا ومحرز كانت تستاهل. انا نقول لك ارى ولا كذبك الوطني نرجع لك يا ودي قالك ما كنتش مصاب تستاهل نقول لك علاه تستاهل انت لعب بمشاعر جماهير منتخب الوطني الجزائري انت كنت لعبها في جوان لعبتها التبليسيت قبل المباراه تاع المنتخب الوطني يعني كاس العالم يعني بسيمانه بربع ايام لعبتها خرج النادي تاعك قال لك راح مبليزي ومن بعد سكت ما عيط للونتينا ما هدرت مع لونتينا دار القائمة خرجت انت قلت لهم لا انا كنت القارع من بعد ما خسرنا ديك ست ايام ولا التصاوير منا تهدر على الباك تهدر منا تهدر منا هدرت على الباك يعني تا المجانبة تاع الهيصر راهي راسك فيك هدرت على الباك جا الناس ما ربحش بزاف شو كيفاش ومن بعد كي ربحنا ما زدتش بنت في اوغندا ربحنا ما زدتش بنت صرالي كيما الهيصر وليت هاي شورة داروك هاي دورة تاع هيصر بعد انت المستوى تاعك طاح بغيت تبغي بغيت تكره المستوى تاعك طاح ديرها مليح في راسك واه ولا لا مستوى تاعك هون تقوليش منا ولا مليح هذه هي قال لك كشف على سر مغادرتي قال لك طردتك انا قلت البحاري قال لك انا خرجتك ما كان لا سر لا والو خرجتك هاكي والو خاطرك في كات ماتش ولا سا ماتش ولا سي ماتش مازال ما ماركيش كاع لازم تخدم ما لازم تخدم انت ما وليش تخدم وليت فين يوم وليت فين يوم ما وليش تخدم هذه هي باه بيتا قلنا ولا بعد قال لك لا نحترموا التاريخ تاعو تاع التاريخ التاريخ تاعو هذا عبر عليك تاريخ انا واهم انا ما نقبلش واحد تمشي لنا العربي بالميدي الله يرحمه ولا سي مصطفى بن بولعيد زابانا احمد بن بلا يعني هادو ما نقبلوهم شي بصح الناس وحدة اخرين لا انا في البلوط انا ما تعلم ليه شادير كوب ديمون من فمك جاو قدعو هاد ايكابي قال قلت حل شوف فمك حل حل قال لك الدونتيست حل شوف فمك هيا تربح هيا روح روح كذبوا على الشعب كذبوا على الشعب تاعكم قولوا له الماتش يتعاود هيا فمكم قاع عجبتكم قاع سكتوا ابار ابراهيم اللي قال لكم يا ودي حباك ابويا ونهشها احمر هذه هي قال لكم حباك ابويا ونهشها احمر أيوه تربحوا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.